هو أصغر حكام العرب على الإطلاق، وعلى الرغم من ذلك فقد سبق له أن تزوج 3 مرات ولديه من الأبناء 12 طفلاً، وهو من أغنى شيوخ الخليج العربي. من أهم هواياته ممارسة رياضة التنس، وكان يتمنى أن يصبح لاعباً محترفاً يحصل على البطولات العالمية في تلك الرياضة، ولكن بسبب تبعات الحكم أصبح أميراً، فلديه 3 من الأشقاء الأكبر منه سناً، ويعتبر والده مثله الأعلى، وهو الذي علمه سياسة الاعتماد على النفس خاصة منذ أن كان صغيراً، فقد تربى على ترتيب فراشه في الصباح، وذلك على الرغم من وجود مئات الخدم في قصره. فتعالوا معي لتتعرفوا على تفاصيل حياة حاكم قطر الشيخ تميم بن حمد. ولد الشيخ تميم بن حمد في 3 يونيو عام 1980 بالدوحة في قطر، وهو الابن الرابع للشيخ حمد بن خليفة الثاني، والابن الثاني للشيخ موزة المسند زوجة حمد الثانية، وحصل على الشهادة الثانوية من مدرسة شيربورن في المملكة المتحدة عام 1997، ثم درس في أكاديمية ساند هيرست العسكرية الملكية، وتخرج في عام 1998، وهو يجيد بالإضافة إلى اللغة العربية اللغتين الإنجليزية والفرنسية. وفي عام 2005 تزوج الأمير تميم بن حمد لأول مرة في حياته، وكانت عروسه هي الشيخة جواهر التي قامت باختيارها له والدته الشيخة موزة، وكان والدها هو أول وزير خارجية لدولة قطر بعد الاستقلال، وأنجب منها الشيخ تميم 4 من الأبناء. وتعتبر الشيخة جواهر هي السيدة الأولى في دولة قطر، وهي التي تصاحب الشيخ تميم بن حمد خلال أي زيارة خارجية له إلى الخارج، وتمتلك الشيخة جواهر نشاطا اجتماعيا، وتقوم بالإشراف على رياضة الكرة النسائية، وهي تسير على ذات خطى الشيخة موزة، وتعتبر من أكثر سيدات إمارة قطر في الأناقة واختيار الملابس المميزة. أما الزوجة الثانية فهي الشيخة العنود مانع الهاجري، وتزوجها في عام 2009، وأنجب منها 4 أنجال، وللعنود مكانة خاصة في قلب تميم لدرجة أنه قام بشراء قصر خاص لها في تركيا يبلغ ثمنه 100 مليون دولار. والجدير بالذكر أن الشيخة العنود ذات نسب عريق، فهي ابنة رجل السياسة الدبلوماسي مانع عبد الهادي الهاجري الذي عمل في السلك الدبلوماسي القطري، فكان سفيرا لمصر وسوريا والأردن. وبخصوص زوجته الثالثة فهي الشيخة نورة بنت هزال الرجباني الدسرية، وتزوج منها بعد أن تنازل له والده عن الحكم في قطر وتقلد منصب الأمير بعام، أي تزوجها في عام 2014، وأثمر زواجه منها على إنجاب 3 أنجال. وإلى الآن غير معروف الكثير من المعلومات عن الشيخة نورة، ولا زالت المعلومات التي تخص نسبها ومن هي مجهولة لهذه اللحظة. ومن المتوقع أن يصبح ولد الشيخة جواهر هو ولي عهد الشيخ تميم، وذلك لكونه أكبر أبناء تميم، كما أن جواهر هي المفضلة لدى الشيخة موزة. وتصل ثروة الشيخ تميم بن حمد إلى 3 مليار دولار تقريبا، وهو من أغنى أمراء الخليج والعالم، وهو
وهو يمتلك القصر الأغلى في بريطانيا، وقد قام بشراء هذا القصر مقابل 300 مليون جنيه استرليني. ويمتلك قصراً آخر في الولايات المتحدة الأمريكية بخلاف قصر صغير قام بشرائه بمبلغ 42 مليون دولار مخصص للخدم الملكي الخاص بالشيخ تميم بن حمد. يمتلك الشيخ تميم بن حمد أيضاً يختاً ملكياً فخماً مكوناً من 4 أدوار، وقام بشرائه بمبلغ 300 مليون يورو، وبه كافة وسائل الترفيه التي يمكن تخيلها، وعلى جوانبه لوحات لبيكاسو وفان جوخ لا تقدر بثمن. ويعتبر الشيخ تميم بن حمد من أكرم الشخصيات في العالم، حيث قام بمنح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طائرة هدية من طراز بيونغ تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار. وكانت تربية الشيخ تميم بن حمد تربية صارمة، وتم تأسيسه على الاعتماد على نفسه منذ نعومة أظافره، فكانت مربيته البلجيكية تجعله يرتب فراشه بنفسه بعد الاستيقاظ، على الرغم من وجود مئات الخدم في قصره. وعندما وصل إلى سن 8 من عمره أرسله والده ليعيش مع أسرة بلجيكية ليتعلم اللغة الفرنسية. وعندما وصل تميم بن حمد إلى سن 13 من عمره طلب من والده مجموعة من المعدات الرياضية النادرة الموجودة بدولة ألمانيا، وهنا قال له والده: أنت من يتحتم عليك السفر من أجل جلبها ودفع ثمنها من مالك الخاص. وكان من أكبر أحلام الشيخ تميم بن حمد عندما كان شابا مراهقا أن يصبح لاعبا للتنس، وكان مثله الأعلى لاعب التنس بوريس بيكر، لكن تغيرت كافة طموحات الشيخ تميم عندما تم تعيينه وليا للعهد عام 2003 عقب استقالة أخيه الشيخ جاسم من ولاية العهد، عقب اعتراضه على دور الشيخ موزة وملابسها. ومع الوقت ازدادت سلطاته وأصبح الحاكم الفعلي لإمارة قطر، وبحلول عام 2013 تنازل والده له عن الحكم. قاد الشيخ تميم بن حمد قطر للكثير من النجاحات منذ توليه حكم الإمارة الصغيرة وحتى يومنا هذا، وربما ظهر ذلك النجاح جليا عندما نظمت قطر بطولة كأس العالم الأخيرة، والتي حصلت عليها الأرجنتين بصورة منقطعة النظير، حيث كانت نسخة كأس العالم القطرية من أجمل وأقوى البطولات في تاريخ العالم كله، وأنفق عليها مليارات الدولارات لتجهيز قطر بالبنية التحتية الرائعة من ملاعب وفنادق وطرق ومواصلات لتنظيم هذا الحدث الاستثنائي. وقد رأينا جميعا الشيخ تميم وهو يسلم كأس العالم للنجم الأرجنتيني العالمي ليو ميسي ويلبسه الزي القطري الوطني المعروف بالبشت وسط فرحة ملايين البشر في كافة أنحاء العالم.